بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا زي ما وعدنا حضراتكم في كلامنا عن الهوية ان احنا هنوريكم العلب ديت ايه اللي جوا. لما زرعنا الهوية في العلب الصفيح اللي حضراتكم شايفينها ديت، فاحنا تقريبا في نفس اليوم اخدنا مجموعة عوال وزرعناها زراعة مائية. زراعة مائية ان احنا بنيجي على النبات ونفترض عندنا النبات اللي احنا هنعمل منه عقل زي كده، تمام. النبات فيه بيطلع بثور حوالين منه كده، ماشي، بتبقى زي دي كده، هنوريها لكم طبعا تبان اكتر في النبات الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي دي كده ودي، تمام، دي طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده ودي، تمام. فنستحسن ان احنا لما نيجي نزرع مائي نقطع العقده اللي فيها حاجات زي دي، لان ديت هيخرج مكانها بذور بعد كده. طيب هنعمل ازاي يا جماعه؟ هنيجي، انا بحب عن نفسي ازرع ورقتين، ما بحبش اكتر من ورقتين، لان انا ما بحبش اهدر اي تهدير في النبات وازرعه وبعد كده اصبر عليه وينمو براحته. طيب هنزرع ازاي؟ هنزرع، هناخد الجزء، احنا هناخد مثلا اساسي عندنا الورقتين دولت، هنقوم نازلين تحت لحد فوق الورقتين اللي قبله. يعني ونفترض ان احنا هنزرع الورقتين دولت، باخد لهم الساق من تحتهم مثلا، ونفترض اقطع من هنا واخد الجزء ده من اول هنا كده لحد هنا، تمام، واقطع برضو من هنا، ولو في عندي ورقتين فوق كده هقوم زارعهم بالجزء اللي تحتهم ده. طيب هنعمل ازاي بقى؟ انا عن نفسي طبعا بحاول على قد الامكان استخدم اي حاجه موجوده عندي، فقمت جايب العلب بتاعه الادويه ديت، هي علب بلاستيك برضه يعني علشان ما تتكسرش ولا حاجه، وقمت جايب الغطا بتاعهم وقمت عامل ثقب في الغطا بتاعهم، الثقب في الغطا بتاعهم، وقمت منزل الساق اللي انا قطعته في الغطا بتاعهم لحد ما ينزل في الميه. إيه طبعا الازازه ديت مليانه ميه، وطبعا انا حاولت اسال طب يا جماعه انتوا بتزرعوا في ميه ايه؟ فقال لك احنا بنزرع في ميه عاديه خالص. هنوريكم بعد حوالي 10 ايام ايه اللي تم في النبات ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، حضراتكم شايفين الجذر بتاع الهوية، حاجة جميلة جدا. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا علشان بصور وماسك التليفون بيدي، فمش هعرف ارجعه العلبة بتاعته تاني علشان ما اكسرش الجذور وانا بصور، فهستأذنكم هرجع لكم في هقف التصوير وارجع تاني مع النبات التاني كده علشان بس ما يتكسرش الجذور ديت ونبوظها، مش حرام علينا بس، تمام. احاول في الجزء اللي تحت مع الهادي كده. النبات يا جماعه يتعامل معامله الطفل الصغير، اللي هوي نباتات وبيحب يتعامل معاها يتعامل معاها معامله الطفل الصغير تماما. طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده. اول واحده فنان، شوف اللي بعديه ده طبعا نبات قصير شويه اهوت، ماشي، بسم الله ما شاء الله، ده الجذر جميل جدا. طبعا ده يتاخد وتزرع على طول، مش فيه مشكله، ماشي عادي بقى، يعني هنضحي بس بالغطا البلاستيك ده ونقطعه بحيث ان احنا نطلع النبات بتاعنا منه. شوفوا يا جماعه المزود اهو، 4 طماطم ب 10 جنيه اللي عايز طماطم عندنا. البطاطس بكام معرفناش طبعا، لو حد سمع يقول لي. تنجان طويل وتنجان قصير، مش مشاكل. طيب هذا تاني واحدة عندنا، نشوف التالتة على السريع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله ما شاء الله. التالتة يا جماعة طبعا عادي طبعا مش تفرق علبة الدواء بتاع ايه طبعا. شيء راضي بقى ربنا يخليه لنا، مش حرمنا من حاجة. علب اللبن بتاعته والدواء بتاعه يعني حاجة آخر لذاذة يعني. ربنا يخليكم أولادكم كده يا رب. شفتوا طبعا في الفيديو الأولاني هو الراجل كان بيزرع معايا، على الجذر بتاعه اهوت. بسم الله ما شاء الله. ولسه كمان اهوت لسه في حاجات جايه في السكه، اماكن بذور تانيه اهيت. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا مننا حاجه يعني، لو ان احنا اساسا انا مش عارفين حاجه، بس يلا تحملونا. نشوفكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.